السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى متابعين وأحلى مشتركين منورين قناة The Castle of Games. اليوم معانا انبوكسنج، طبعا يفترض انه هذا الانبوكسنج يعني اكون نزلته قبل مقطع الانبوكسنج اللي قبله، لكن حدثت مشكلة انه المقطع اللي انا سجلت فيه الانبوكسنج هذا اوكي ما كنت مخزنه في الجهاز، اكتشفت اني انا كنت مخزنه في ميموري خارجي، والحمد لله اني انا وجدته. ويلا ما اطول عليكم يا حلوين وخلونا نبدأ سريع سريع. ومعانا هذا الانبوكسنج طبعا من موقع بلاي آسيا كالعادة، يعني هذا الموقع جدا جميل جدا ورائع، وانصحكم انكم تتعاملوا مع هذا الموقع، وراح احط لكم رابط الموقع في الديسكريبشن. الله يسعدكم. طيب اوكي كده خلاص فتحنا الانبوكسنج، اوكي نخرج الالعاب كده كلها مع بعض مرة واحدة. اوكي معانا اول لعبة اللي هي ديفل ماي كراي 4 سبيشال اديشن، طبعا اكيد كلكم تعرفوا ديفل ماي كراي 4 فما راح اتكلم عنها كثير. انا معايا نسخة بلاي ستيشن 3 لكن انا حابب اقتني نسخة البلاي ستيشن 4، يعني افضل شيء احب اقتنيه. اوكي معانا لعبة ديفل ماي كراي اتش دي كوليكشن اللي هو الجزء الاول والثاني والثالث طبعا على بلاي ستيشن 4، وعندي برضو على بلاي ستيشن 3، بس انا زي ما انا قلت لكم يعني انا افضل اني اقتني افضل حاجة. الله يسعدكم. الاول والثاني والثالث. ومعانا لعبة اللي هو سونيك فورسيس، طبعا هذه نسخة البونس اديشن، اوكي يعني في ستيكر وفي معاه شخصيات، طبعا انا من عشاق لعبة سونيك، يعني جدا عشقها جدا لعبة سونيك، فعلا انه يعني ايقونة سيجا سونيك لا يعلى عنها. ومعانا اللعبة الاسطورية انيموشا، اكيد يعني اكثركم يعرف اللعبة هذه، طبعا نسخة الريماستر حبيت اني اقتنيها سي دي افضل من الستور وبس يعني لا اكثر. ومعانا اخيرا اللعبة اللي انا كنت منتظرها من اول، لعبة Resident Evil 2 ريميك. طبعا انا كان يفترض اني اطلب نسخة الديلوكس اديشن لكن الموقع تأخروا علي في الشحن واعتذروا لي بشدة لانه نسخة الديلوكس اديشن يعني ران اوت، خلاص انتهت الكمية اللي عندهم، وعشان ما يطول الموضوع يعني كنت ابغى اطلب منهم انهم يردوا لي الفلوس، فخبروني في النهاية انه احنا هنرد لك الفلوس ورح نعطيك نسخة اللي هو الستيل بوك هذا كتعويض من الموقع او كهدية من الموقع على التأخير اللي صار. طبعا انا مستغرب يعني جدا انه يعني ارسلوا لي النسخة العربية، يعني الغلاف عربي لا صح، مع اني انا كنت متوقع انها تجيني نسخة اسيوية او نسخة يابانية، انا ما ظننت انه هيرسلوا لي النسخة هذه النسخة العربية، يعني شيء جميل منهم بصراحة، انا ما كنت متوقع هذا الشيء. طبعا زي ما انتم شايفين يعني نسخة ستيل بوك يعني معها اضافة كلير ريدفيلد اللي هي ملابس إليزا ووكر، بس طبعا انا يعني اشتريت الاضافات من الستور اللي هي ملابس ليون وبقيت ملابس كلير وساموراي ايج، كمان للساوند تراك الكلاسيك طبعا تبع الساوند تراك، وهذا كل شيء الله يسعد. ونيجي اخيرا لاسعار الالعاب، لعبة انيموشا ب $19.99، ديفل ماي كراي 4 سبيشال اديشن ب $23.99، ديفل ماي كراي اتش دي كوليكشن $19.99، ومعانا لعبة سونيك فورسس بونس اديشن $29.99، واخيرا ريزيدنت ايفل 2 ستيل بوك طبعا فري، يعني كومنسيشن من الموقع بحكم انهم اتأخروا علي. وهذا كل شيء حلوين ويعطيكم الف عافية، طبعا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والنشر، ونشوفكم في مقطع انبوكسنج آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.